السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نوكر من النزرة، أنا من أشرف في شتو أبو درهم. حب، الحب الذي زرده إلى الأبد، إنه أقد فكر في بعض الأشياء الأشعر نفسية غاضية بسبب خضاء الزن من أجل لأستمتع. الحب ليس حقيقيا، حب للدنيا انه يؤدي فقط الى الدمار. الحب مؤقت على ملغم من دو امامة اخرى، محبة الله الابدية بداية ونهاية. حب على من نضع حبنا في الدنيا ام الله لا يزال فقدا للوعي. محبة الله التي أنت شغالة، لكن لماذا ما زلت تحب الدنيا؟